مع بداية شهر ذي الحجة تعكف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على تقديم مزيد من الجهود الميدانية بالحرم المكي الشريف، وتأتي هذه الجهود نظرا للأعداد الكبيرة التي يشهدها الحرم المكي خلال هذه الفترة بالتزامن مع موسم الحج. تواجد ميداني في كل بقعة من الحرم المكي الشريف تسهيلا على قاصدي بيت الله الحرام وتيسيرا لهم لتأدية مناسكهم بكل طمأنينة. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.